قام وفد من المجلس البلدي للمحمدية يترأسه محمد مفضل رئيس المجلس رفقة نوابه وأعضاء ومستشارين بزيارة إلى مقر شركة سيتا البيضاء للنظافة بالمحمدية. خديجة بوسلهام نائبة رئيس المجلس البلدي، احنا اليوم متواجدين في شركة سيتا كنساندو جميع مستخدمين شركة سيتا والأطر اللي صاهرين على نظافة المدينة. احنا في الحقيقة كنشكرهم بزاف على المجهودات اللي بدلوها في النظافة في هذه الأيام ديال عيد الأضحى، وهذا كان لنا فخر لجميع المدن المغربية. وعن الهدف من هذه الزيارة قال جمال الدين معشرين أحد أعضاء المجلس البلدي للمحمدية في تصريح محمد بريس: بسم الله الرحمن الرحيم، يسرني ويبهجني في هذا اليوم يعني اللي نظمت بلد المحمدية بتعليمات من السيد الرئيس باش نحتفيو بهذا الجنود الخفاء جنود سيتا البيضاء اللي كان حصل له الشرف 2011 بصهرت على هذه الصفقة حتى مرات واحد الجو ديمقراطي وجو شباب اللي غادي نبغي نقول لهاد الناس هادو بهذه المناسبة هو ساكنة المحمدية وحنا ممثلين ديالها راه تشكرهم اللي جعلوا هما اللي جعلوا المدينه ديالهم في مستوى ديال المدن النظيفه على صعيد المملكه. وشكرا. هذه الزياره لوفد الجماعه لمقر سيتا حضرها عدد كبير من جمعوي المدينه الذين عبروا لمحمد بريس عن ارتياحهم لمستوى النظافه التي باتت تنعم بها المدينه، واستدلوا في هذا الشان بالعمليه الواسعه والخطه المحكمه حسب قولهم التي نهجتها سيتا قبل عيد الاضحى من خلال لقاءات تحسيسيه باحياء هامه بالمحمديه تمحورت حول اهميه النظافه، وكذا تعبئه شامله من سيتا بعد نحر اضاحي عيد الاضحى والتي جند لها كل الوسائل المتاحة للتخلص وفي وقت قياسي لم يتعدى 9 ساعات بعد نحر أضاحي عيد الأضحى، حيث تمكنت الشركة بفضل عمالها من عودة النظافة إلى جل أحياء المدينة. Bonjour, je me présente Roger Vincent, directeur d'exploitation à Mohamedia, la société Sita El Beda. Donc aujourd'hui nous avons fait une manifestation pour les employés de Sita à Mohamedia pour leur travail exemplaire effectué pour la fête de l'Aïd en présence des autorités de la commune, le président, les élus et tout, pour montrer la satisfaction de l'ensemble des citoyens de Mohamedia. محمد بوسنا عضو المجلس البلدي مدينة المحمدية. في الحقيقة هذا يوم تاريخي اللي كنوقفوا مع هاد العمال ديال شركة النظافة سيتا، هاد الناس اللي بدلوا مجهود كبير كنفتخروا به جميع وكنفتخروا به كساكنة وكمنتخبين كنمثلوا سكان مدينة المحمدية. في الحقيقة لقد أعادوا مدينة المحمدية إلى سابق عهدها. في الحقيقة هذه المبادرة الطيبة اللي قام بها رئيس المجلس البلدي تنهني ومن الأعماق ديال القلوب ديالنا، اللي حقاش لأول رئيس اللي كنشوف الله أعلم أنا تنقول في المغرب لأول رئيس يدير هذه المبادرة الطيبة بالنسبة لقطاع النظافة للعمال، لحقاش كتعرف أن قطاع النظافة بالنسبة لنا حنا قطاع مهماش، والحمد لله دابا حنا بالاحتكاك ديالنا مع الإخوان وكوننا جمعيه وكوننا المسائل ديالنا ولات عندنا واحد الحيويه، ولا العامل ديالنا تيثق في راسو ولا كذا، بدات الناس حتى هي كتعطينا واحد القيمه. Je voulais avancer aussi au niveau des contraintes que nous rencontrons sur Mohamedia au moment de la fête. C'est beaucoup trop de garages de fête pour le mouton. On pourrait trouver une solution et on est en pourparlers avec la commune et le gouverneur de trouver une solution d'un terrain où tout le monde se retrouverait là-bas. Et la deuxième contrainte qu'on a, c'est les feux dans la ville au niveau de brûler les têtes parce qu'après ils jettent les cendres chaudes et ça nous brûle les bacs. Donc voilà les deux principales contraintes que nous avons aujourd'hui sur Mohamedia pour la fête de l'Aïd. Nous sommes 24/24 sous la de Mohamedia et merci. واحد الرقم قياسي بالنسبه لجمع النفايات في مدينه المحمديه وعلى الصعيد المغرب. والتجربه الغنيه لهذه الشركه جعلتنا كلجنه مشرفه على الصفقه مقتنعين بكفاءتها واستحقاقها لتدبير واقع تميز قبل سنه 2011. ومره اخرى باسم إدارة الشركة وباسم إدارة عمال شركة سيتا البلدة لا بد أن ننوه ونشكر المجهودات الجبارة المبذولة من لدن الجمعية جمعية أعمال اجتماعية
لعمال وموظفي سيطة البيضاء عن حملتهم التحسيسية. من التصريحات ديالي في القناة ديال محمدية بريس مشكورة، فإن هاد الناس هادو سمعنا عندهم واحد المجهود كيقوموا به جبار وكنشكرهم عليه حنا كمجتمع مدني لمدينة محمدية.